عباره عن لسان عصفور انا مشوحاه عشان بس ننجز الوقت، مكعبات لحمه حمراء، صلصه طماطم، طماطم مبشوره، بابريكا، كزبره، بهارات، بصل، بقدونس وكزبره خضراء ومرقه. اول حاجه كده هنجيب اللحمه ونحطها. انا طبعا مسخنه الحله جدا كده، احط لها بس ايه كزبره على توابل على فلفل اسود، واقوم ايه حاطه اللحم. نقلبها بس كده عايزه اقول لكم الشوربه دي اولا ظريفه جدا واحنا كده داخلين على الشتاء، وانا شايفاها وجبه متكامله يعني ممكن ناكل جنبيها طبق رز ابيض لو عايزين حاجه نشويات يعني. طيب نبص بقى كده على اللحمه، ميه نشفت على طول ليه؟ عشان الحلة كانت سخنة قوي. طيب هبتدي بقى احط البصل كده واسيبه ايه يتشوح، بس وانا بحط البصل هحط الكزبرة وشوية من التوابل والبابريكا وايه وهقلب واسيبهم لحد ما البصل يتقل شوي، وهحط لسان العصفور اللي انا مشوحاه اصلا ومجهزاه. وهقلب ريحة حلوة جدا. احط بقى المرقة اقلب كده اخر تقليبة، مش هحط ملح غير لما تغلي وتستوي اشوف بقى محتاجة ملح ولا لا. احط الاول بس لسان عصفور واللحمة كده، بعد كده نبتدي نحط الشوربة. لونها جميل جدا على فكرة، دي كمان مع الليمون تبقى ظريفة جدا واحنا بناكلها.